الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. فصل يا ربي وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله تعالى في كتابه العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حكم الله سبحانه وتعالى وسننه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، مهما تغيرت الأزمنة ومهما تغيرت الأمكنة، سننه وحكمته باقية لا تتغير. فمن سننه سبحانه وتعالى ومن حكمه أن يبتلي عباده المؤمنين بين الحين والآخر بشتى أنواع الابتلاءات، ليمحص ما في قلوبهم وليبتلي ما في صدورهم، ليزيل ما علق في إيمانهم من شوائب، ليغدو بعد ذلك إيمانهم إيماناً صافياً لا شبهة فيه، ليغدو بعد ذلك إيمانهم إيماناً نقياً راسخاً في قلبهم رسوخ الجبال. فمنذ عهده صلى الله عليه وسلم والابتلاءات والاختبارات متتالية على هذه الأمة، لتجده صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره ومكانته عند الله سبحانه وتعالى يناله شيء من هذا الابتلاء والاختبار، ليكون صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه ولمن أتى بعده ولنا ولمن يأتي بعدنا، معلما إيانا كيف نتعامل مع الابتلاء. ليبتلى صلى الله عليه وسلم بنقص من الثمرات ونقص من الأموال ونقص من الأنفس، لتطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المليئة بأحداث الابتلاء وأحداث الاختبار، لتقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم ابتلاءات شتى، ابتلاءات بنقص بالأموال، لتراه صلى الله عليه وسلم تمضي عليه أيام متتالية لا يسكت جوع بطنه سوى كسرات من خبز، لتراه صلى الله عليه وسلم كما تحدث عائشة تحدث الصحابة رضي الله عنهم قائلة: لقد كان يمر بنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، الشهر تلو الشهر تلو الشهر، ثلاثة أشهر،
ولا يوضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدر على نار، لا يطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيستغرب أحد الصحابة، يستغرب فيقول: يا أمه، يا عائشة، ما كان طعامكم؟ قالت: لقد كنا نأكل الأسودان، التمر والماء، 3 أشهر لا طعام لنا سواه. لتراها عائشة رضي الله عنها أيضا وهي تعاني مع النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء، لتأتيها السائلة فتقول، سائلة محتاجة طالبة للمال، طالبة للصدقة، أعطيني مما عندكم. لتذهب عائشة إلى بيتها فتفتش في جميع أرجاء البيت فلا تجد شيئا، لتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قائلة له: يا رسول الله، سائلة في الباب لا أجد شيئا، أعطيها إياه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ابحثي جيدا. لتبحث عائشة رضي الله عنها فتجد تمرة واحدة، تمسك هذه التمرة فتعطيها لتلك المرأة، والمرأة ممسكة في كلتا يديها ابنتيها، فتأخذ هذه المرأة التمر لتضعها في فيها، فتسكت بها جوعها، فتنظر إلى حال ابنتيها وقد أنهكهما الجوع، فتمسك هذه التمرة وتقسمها وتشطرها شطرين وتقسمها قسمين فتعطي كلتا ابنتيها هذه التمرة. لترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من هذا الابتلاء، لتجد صلى الله عليه وسلم في نومه يخرج إلى أصحابه وقد أثر أثر الحصير على جنبه، أثر الحصير أثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التمست لنفسك فرشا تريح جسدك عليه من أعباء الدعوة لتتقوى بهذا النوم لتقوم في اليوم التالي فتباشر أعمال دعوتك؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا أو إنما حالي كحال رجل راكب استظل تحت شجرة ثم قضى حاجته ومضى. لترى بيته صلى الله عليه وسلم من الضيق بمكان، حتى إذا ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيتنفل ويصلي تهجدا في الليل لا يتسع المكان له ولعائشة مع بعضهما البعض. فتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد ضممت قدمي حتى يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم السجود، فلما ينصرف من سجوده أبسط قدمي. لترى الابتلاءات بعد ذلك تنتقل إلى الصحابة رضي الله عنهم، لتجد رجلا شابا في ضيعان شبابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال امرأة تريد الزواج: امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا قد وهبت نفسي إليك للزواج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم الشيء بل ينظر إليها ويهز برأسه، فيقوم رجل من شباب الصحابة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة أنا أعزم فأتزوجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس شيء، يعني مهر، ما معك من مهر؟ اذهب إلى أهلك إلى بيتك فانظر ما معك من مهر. فيذهب هذا الرجل، هذا الشاب الأعزم الذي يريد الزواج، فلا يجد شيء، فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس مهرا، يعني ادفع مهرا لهذه المرأة ولو خاتم من حديد. فيعود فيقول: يا رسول الله، لا أملك شيء إلا هذا الإزار الذي يستر عورتي فقط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تصنع المرأة بالإزار؟ إذا كنت أنت تلبسه ماذا تصنع به؟ هي
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: إذن زوجتك بما معك من القرآن. ثم بعد ذلك تصدق عليه أحد الصحابة ليتمم نفقات زواجه. لترى بعد ذلك الابتلاءات تتوالى على الصحابة رضي الله عنهم وعلى خيرتهم، على فرسانهم، على مقاتليهم، على حامل لواء المسلمين يوم أحد. مصعب بن عمير رضي الله عنه يخرج وقد وضع روحه على كفه، يريد أن يرفع بذلك راية الدين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتقي في تلك المعركة شهيدا بإذن الله تعالى، يقتل. فيأتي الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون حوله ليقومون بواجبه كشهيد ليكفنوا، يبحثوا في أموره في بيته لا يجدوا شيئا يكفنوه به سوى ثوب واحد. هذا الثوب لشدة قصره إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطي قدمه بدا رأسه. فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفتنا في أمرنا، يا رسول الله مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين يوم أحد لا يجد ما يكفل به، ما نصنع به؟ فيشير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: كفنوه بثوبه وأتموا ما بقي من قدميه بجريدة من نخل. ابتلاءات متوالية على المسلمين. بعد هذا الحال من الفقر الذي خيم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخيم على حياة الصحابة رضي الله عنهم، بدل الله حالهم، فترى المال يفيض في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، وترى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يجد سوى كسرات من خبز يقيم بها جسده، تجد بعد ذلك ينفق واديا من غنم. جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترى هذا الوادي من الغنم؟ أترى؟ قال: نعم أراه. قال: كله خذه كله صدقة لك. فهذا الرجل من شدة المفاجأة لم يحمله عقله، كيف إنسان يعطي مرة واحدة واد من غنم؟ فأخذه ولا تكاد الفرحة تسعه، وانطلق به إلى قومه وقال: لقد أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لينادي بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب ومن بعدهم من الصحابة، بعد أن فاض بيت مال المسلمين بالمال: ألا من داع فليأتي بيت مال المسلمين فنقضي له دينه، ألا من أعزم فنزوجه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى فاض المال واستقر بعد ذلك في أيدي الصحابة. في كلا حالين الفقر والغنى لم تسمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا تسليما ورضا بقضاء الله وصبرا على أقدار الله، متمثلين بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم عن صهيب الرومي قال: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء ما يسره شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليعلم الصحابة علم اليقين قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام أيام الدهور والسنين والشهور تتقلب على حال الناس، كما قال الإمام القرطبي في تفسيرهم: تتقلب أحوال الناس ما بين غنى وما بين فقر، ما بين صحة وما بين مرض، فلا تثبت للإنسان على حال. الصحابة رضي الله عنهم في غناهم شكروا الله، وفي فقرهم صبروا على قدر الله. لماذا؟ لأنهم علموا علم اليقين بأن هذا الغنى وذلك الفقر ليس هو الغنى الحقيقي بل الفقر الحقيقي. إخواني، من كان أمامه فرجة فليتقدم، بارك الله فيه. لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استقر في قلوبهم بأنه لا غنى إلا يوم العرض على الله، ولا فقر إلا يوم العرض على الله، حينما تفتح سجلاتهم ويناديهم الله سبحانه وتعالى قائلا لهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا،
في ذلك اليوم يظهر أو تظهر حقيقة الفقر أو حقيقة الغنى. حينما يجد الإنسان نفسه يوم القيامة مفلسا صفر اليدين، وقد كان يصلي وقد كان يصوم وقد كان يزكي وقد كان يحج، فيسأل نفسه أين ذهب كل هذه الأعمال؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ذهبت بقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. أتريدون أن تعلمون من هم الأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالطريق إلى الله طريق واحد، فمهما سلك الإنسان طرقا مختلفة لن يصل إلا من طريق الله الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق بذلك الغنى الحقيقي. الصحابة رضي الله عنهم تنبهوا إلى هذا الغنى وتنبهوا إلى ذلك الفقر، فلم يضيعوا حسناتهم أبدا. لم يكن حال الصحابة رضي الله عنهم كحال ذلك الرجل الذي يروي حديثه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: أتدرون من المفلس؟ أتدرون؟ يعني أتدرون من هو الفقير الحقيقي الذي لا يجد مال في يديه؟ من إذا مد يديه إلى جيبه أو من ذهب ليأخذ المال من من أودعه عنده لا يجد شيء؟ أتدرون من المفلس؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا في البداية لا يعلمون الإفلاس الحقيقي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال لشدة حسناتهم وزكواتهم وعطاءاتهم وصدقتهم وحجهم، تكدست أعمالهم حتى بلغت قمم الجبال، ولكن الآن بدأ الفقر لديهم، ولكن يأتي وقد شتم هذا ونال من هذا وأخذ من مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وصل إلى درجة الصفر، يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يطرح في النار. ضيع نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، الخسران الواضح، حينما لا يجد الإنسان حسنة يواجه بها أعماله يوم القيامة. وتأكيدا على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كما يروي الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه، قال: ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة، يعني لا تصوم مرة واحدة ولكن صوامة، صيغة مبالغة، تصوم كثير، صوامة قوامة، تقضي نهارها في الصيام وليلها في القيام، ولكن بدأ الفقر لديها، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، تتكلم على هذه وعلى هذه وعلى هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. طيب صلاتها؟ طيب صيامها؟ أين ذهب؟ أخذ من حسناتها فوضع على من تكلمت عنها، ثم طرح عليها من سيئاتهم ثم طرحت في النار. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الغنى الحقيقي، وفهموا أن الفقر الحقيقي لا كما عاشوا أيام مكة من جوع ومن فقر ومن قلة ذات اليد، لا، وفهموا أيضا كما عاشوا في أيام المدينة الغنى الحقيقي حينما كانت تفيض أموالهم، فهموا أنه ليس هذا هو الغنى الحقيقي ولا هو الفقر الحقيقي، بل الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي هو يوم العرض على الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا على سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم حرصا وعلما ورفعة في الدين وفي الدنيا. من فضل الله سبحانه وتعالى أولا له الفضل والمنة، وبعد ذلك الفضل لمن
لتبرعاتكم التي لا تنسون منها في كل أسبوع. فقد قدر الله سبحانه وتعالى ويسر لنا ولله الحمد أن خرجنا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وغدا بإذن الله تعالى سوف نكرر هذا الشاب الذي أتقن قراءة المصحف عن ظهر قلب، برواية الإمام حفص عن عاصم. فهذا إن كان من شيء فمن ترتيب الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه ومن جهودكم ومن تبرعاتكم. فلولا تبرعاتكم لما قام هذا المركز، ولما استطعنا بعد ذلك أن نؤمن لهذا الشاب من يسمع له ومن يجيزه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أيضا يصحبه ثلة من زملائه ومن أقرانه ومن من هو أصغر منه سنا، من قد أتم 5 أجزاء وجزئين وجزء. فبإذن الله تعالى أيها الإخوة، غدا بعد صلاة العشاء من كان لديه متسع ليحضر تكريم هذا الشاب، وليحضر أيضا إعطاؤه الإجازة بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية القرآن عن حفص ابن عاصم، برواية حفص عن عاصم. فهذا كله أخواني فليحضر ويدعو من أحب أن يدعو. فكل هذا من فضل الله أولا أقولها، ثم بفضل تبرعاتكم وبجهودكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مشتركين في هذا العمل. فلا تنسونا دائما من تبرعاتكم ولا من عطاءاتكم، واعلموا بأن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين وأموالهم وأعراضهم بخير فوفقه يا إلهنا لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا إلهنا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم قنا فتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه لا يسمع أنين دعائهم إلا أنت مولانا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.